مرحبا، رجعت لك ورجعت لك لنكمل مع بعض الجزء السادس من نشيد الأنشاد. في 5 أجزاء موجودين على الفيسبوك عندي على البروفايل، فيك تكون عم ترجع تسمعهم، تتمتع بالإعلانات يلي حكيناهم. عن جد عم بيكون وقت رائع جدا بالنسبة لإلي. أنا عم بستفيد أول واحد كتير أشياء جديدة عم بتعلمها من كلمة الرب بموضوع المحبة، الزواج والجنس، سواء كنت أعزب أو مزوج. هذا الموضوع هو لغت كل بشري، لغت كل إنسان بهيدي الأرض، لأنه كلنا مصممين بهيدي الطريقة الإلهية. اليوم رح نكون عم نكمل الجزء السادس. بعد عنا تقريبا ثلاثة، الجزء السادس، السابع والثامن. هو صراحة هو إصحاح بسموه، بس أنا سميته الجزء. فاليوم رح أقرأ الإصحاح السادس من نشيد الأنشاد، وتقريبا صرنا على آخر. أنا بصلي باسم يسوع تكون كل هالأجزاء اللي عم نتأمل فيها مع بعض بروح الصلاة مع الروح القدس، أنه عم بتشكل أمور جواتنا، عم بتجدد أذهاننا، عم تشفينا، عم تعطينا المنظار الإلهي للأمور، لأنه الرب هو اللي بيعلمنا بهيدي المواضيع، مش أهل العالم. إلا إذا اللي عم بيعلمونا إياه أهل العالم بيتناغم مع الفكر الإلهي، ساعتها منقبله، إذا لا منرفضه، لأنه اللي خلق هيدا الموضوع هو الرب. هو خلق المحبة بين اثنين والزواج والجنس وإلى آخره. فعم نحكي عن هودي المواضيع الثلاثة بموضوع أو بسفر نشيد الأنشاد، لأنه هيدا العنوان الأساسي. هيدي هي قصة الحب يلي جمعت الملك سليمان بشلاميث بعروسته، وكتب له مدونات الحب هيدي، علاقته فيها وعلاقتها فيه، وتحدياتهم وكتير أمور. فعن جد بركة لقلنا أنه يكون وصلنا هيدا السفر بالعهد القديم ضمن الكتاب المقدس، وهو لقلنا مكتوب اليوم للمنفعة، لأنه الرب ما حطه بالصدفة بالكتاب المقدس. هي قصيدة الحب ما حطها هيك، فهي بركة لقلك ولقلي، لأنه الرب شاف أنه في نموذج بالعلاقات بين الرجل والمرأة بهي قصيدة الحب وبهي العلاقة اللي هي true story تفيدنا لليوم. كامل هيك ترك لنا إياها. أكيد الرب ما رح يفرض علينا نشبههم لهيدا الكابل بلغة الحب تبعهم بين بعضهم البعض، لأن كلنا عنا لغة حب مميزة. الرب ما رح يلغي تميزنا، بس الرب قصد بهيدا السفر أنه نشوف رؤوس أقلام guidelines بموضوع المحبة، الزواج والجنس، ونتعلم الفكر الإلهي بهذا الموضوع. فأكيد مش دعوته أنه نشبههم لهذا الكابل، إنما نشوف الأفكار الأساسية بهذا الموضوع ونطبقها على حياتنا، سواء مثل ما قلت لك ومثل ما قلت لك. إذا كنتوا عزابة أنتوا عم تتحضروا، وقداش حلو أنه من هلأ الرب عم يستودع فيكم وفيه هيدي الحكمة، هالمعرفة لنكون جاهزين. الزواج هو شيء يعني فيه مهابة وما فيه لعبة. صحيح فيه لذة، فيه متعة، فيه حماس وفرح أنه نعيش مع بعض، بس كمان بنفس الوقت فيه كتير شغل، فيه كتير استثمار، فيه كتير حساسية للطرف الآخر، وفيه حماية لهالعلاقة، لأنه بدأت تتواجه بأمور معينة. فأدي حلو أنه الرب عم بيحط فينا هيدي الأمور كسينجل بيبل، كناس بعدنا ما ارتبطنا، كرمال ما يكون الضغط تقيل علينا لما نوصل على الزواج وننكسر دغري. فالرب عم يشددنا بكلمته. كلمته هي تشجيع لنا ومشورة صالحة ومستقيمة بهيدا الموضوع وبكل المواضيع التانية بالحياة. إذا أنت مجوز، إذا أنت مجوزة، هاليلويا، الرب عم بيفرجيكم أشياء وإعلانات، عم بيلمسكم كرمال تاخدوا زواجكم للأطر الإلهية، لمطرح فيه شفاء وفيه بركة،
باسم الرب يسوع، وفيه فيه نظرة للآخر بعيون الرب. فخلينا نكون هيك عم نغوص اليوم بهيدا التأمل، ما انه اصحاح كبير، بنشيد الانشاد 6. بشجعك تسمع الاجزاء الخمسة اللي عملتها لتكون كمان هيك اكتر واكتر عم بتفوت بالموضوع. اذا بتحب توقف الجزء السادس اليوم وتسمع هوديكي وترجع للجزء السادس، هو رح يبقى الريكوردينج عندي على البيج، ما رح ينمحى، وفي احتمال يمكن اجي احطه على اليوتيوب شانل عندي. فمثل ما انت بتحب، مثل ما بتحبي، واكيد ما بيأذي نسمع مع بعض تأمل بالجزء السادس. فيك تعمل هيك بدون هوديك الاجزاء، بس افضل من اساسا التابع بالتراتبية. حضر كتابك المقدس، افتح على نشيد الانشاد الاصحاح السادس. خلينا نكون هيك عم نبلش بالصلاة ونشوف الروح القدس شو بده يقلنا نحن وعم نقرا مع بعض نشيد الانشاد. هاليلويا. يا روح القدس منرحب فيك بهذا الوقت، يا روح يسوع، يا روح الحق، الروح اللي بيعلمنا وبيرشدنا وبيهدينا. يا رب انت الروح يلي بيفرجينا الفكر الالهي. نعم يا رب، مكتوب انه انت بتفتش اعماق الله وبتكشفه لقلنا، وبتكشف لنا الامور الموهوبه منك لقلنا. يا رب شكرا لانه نحن وعم نقرا يا رب الاصحاح السادس اليوم رح تكشف اعماق الله من ناحيه هيدي الامور لحياتنا بموضوع المحبه والزواج والجنس. يا رب شكرا انك عم بتفتش اعماق الله من خلال الكلمه اللي عم نقراها وعم تعلن لقلنا. وشكرا يا رب انك كمان عم تعلن لقلنا الامور الموهوبه من الله لقلنا بهيدي المواضيع بحياتنا اليوميه والعمليه، كرمال يا رب نشوفها، ومش بس نشوفها ونعرف فيها، انما كمان نمتلكها باسم الرب يسوع المسيح. فيا رب انا بصلي انك تبارك كل حدا عم يسمعني بهيدا الوقت، يا رب تكلم كل حدا يا رب بهيدا الموضوع. بدنا نعرف فكرك الاساسي يا رب بهيدي الامور كلها. يا رب اي امور تعلمناها من العالم، من روح هيدا العالم، اي امور تلمزنا فيها يا رب وهي غلط، يا رب اليوم نطلب منك انه تغسلنا بكلمتك يا رب، بغسل المياه بالكلمة يا رب، تغسلنا من اي افكار، من اي تعاليم غلط بموضوع المحبة الزواج والجنس. يا رب ما بدنا نتبنى روح هيدا العالم يلي هو عدو لك كافكار مش كناس. يا رب كمل هيك اي امور حضرناها شفناها سمعناها حتى لو كانت بطابع علمي باسم الساينس يا رب، وهي ضد روح المسيح، يا رب اليوم نغتسل يا رب بمحضرك بكلمتك، وبنرجع يا رب للامور الاساسيه اللي انت يا رب اخترتها ورتبتها بحكمتك وبمحبتك يا رب الازليه والابديه لنا، لان انت الوحيد يلي بتعرف صالح البشر. كرمال هيك يا رب عيوننا عليك بهيدا الوقت، منرحب فيك هلا يا رب، ونشكرك انك عم تمشي معنا آية بآية يا رب، لنكون عم ناخد الكنوز يا رب من هيدا الاصحاح اليوم بهيدا الموضوع بحياتنا. يا رب حضرنا كعزابة، شفينا ككابل مجوزين يا رب للي عم بيسمعنا يا رب، وخلي يا رب الزواج يا رب، زواج الناس اللي عم بيسمعونا، كل حدا يا رب يكون زواجه نبوي، يكون صورة لعلاقة يسوع المسيح العريس بعلاقة كنيسته العروس، لأنه يا رب كل عرس كل زواج هو صورة نبوية عن شيء روحي، لأنه كما في السماء كذلك على الأرض يا رب. وهيدا الزواج هو أساسه يا رب علاقتك أنت مع الكنيسة، هيدا الارتباط الروحي يا رب بيناتكم، لأنه مكتوب من ارتبط بالرب صار وإياها روحا واحدة. كمل هيك يا رب، من هون جمال الزواج يا رب، وانت بني وانت يا رب ورا هيدا فكرك انت يا رب، انت من الأساس يا رب نيمت آدم، وقبل ما تنيمه خلقت فيه الرغبة انه يكون عم بيرغب يكون بعلاقة مع شريكة حياة يا رب. لما شاف، لما كان آدم لحاله كان عم بيشوف كل حيوان معمول ذكر وأنثى يا رب، تحركت بقلبه الأشواق، وعيت الرغبات جواته، قال إنه الكل عنده معين
بس انا ما عندي من نفس الفصيلة تبعي، من نفس الجنس تبعي. وبعدين لما شفته عم يرغب بهيدا الشيء، يا رب نيمته يا رب، وشلت من ضلوعه يا رب حواء. يا رب انت مش بس بتحط فينا هيدي الرغبات يا رب، انما كمان بتدبرها وبتحققها. كمان هيك يا رب شكرا لانك ورا هيدا الموضوع يا رب، لانه مثل ما قلت هو شيء روحي اولا، لانه هيك علاقة يسوع المسيح العريس بكنيسته العروس. كمان هيك على الارض في زواج بين رجل وامرأة. يا رب اشكرك انك تبارك كل حدا عم بيسمع بهيدا الوقت، و يا رب عظم العمل باسم يسوع. يا رب أقيد إبليس باسم يسوع. يا رب أعلن بدم الحمل يا رب حماية على الكل، علي وعلى الكل. يا رب وبعلن أنه يا رب ما في شيء بيوقف قدام قوة كلمتك يا رب، لا حصون ولا ظنون ولا أكاذيب ولا خداع يا رب. وإذا في جراح يا رب جواتنا بقلوبنا بهيدي المواضيع يا رب، أنت تشفيها كرمال يا رب ما نطلع ببدع وتعاليم يا رب غريبة عجيبة. لأنه يا رب كتير مرات الجروحات بقلوبنا بتخلينا نتبنى إيمان غلط. كمان هيك يا رب شفي يا رب قلوبنا كمان اليوم يا رب، لنتناغم ونتدوزن مع الحق الإلهي الكامل بهيدا الموضوع باسم الرب يسوع المسيح. رب شكرا لأنه في البدء كان الكلمة، ومن البدء عندك فكر وتصميم أساسي للموضوع. يا رب لما أجوا لعندك قالوا لك عن الطلاق، وقالوا لك أجوا ليجربوك قالوا لك أنه موسى عطى طلاق، قلت لهم إيه لقساوة قلوبكم، بس قلت لهم شيء يا رب رائع جدا وملفت، قلت لهم ولكن منذ البدء ما كانت هيك. يا رب يعني في تصميم منذ البدء، في تصميم بعد قبل المشيئة المسموحة، في تصميم أساسي ونحن بدنا إياه بحياتنا، بدنا الفكر الأساسي يا رب the law of the first mention. يا رب الأساس 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 النقي بهيدا الموضوع اللي عم ندرس عنه اليوم، المحبة الزواج والجنس باسم الرب يسوع المسيح. آمين. قول آمين إذا بتحب تشارك بالكومنت، سلم علي. لحكون عم بلش اقرا بنشيد الانشاد الاصحاح السادس اول ايه. بنات اورشليم اصدقاء يعني للعروس عم بيقولوا لأين ذهب حبيبك ايتها الجميله بين النساء، الى اين تحول حبيبك فنبحث عنه معك. شفنا بالاصحاح الخامس انه صار في بعد بين العروس والعريس، وهون عم بيكمل بالاصحاح السادس عم بيقولوا له وين راح، خبرينا كرمال نروح وندور معك عليه. بتقلن المحبوبة قد انطلق حبيبي إلى جنته إلى خمائل الأطياب ليرعى في الروضات ويقطف السوسن. أنا لحبيبي وحبيبي لي وهو يرعى بين السوسن. جواب المحبوبة كان كتير حلو. لأنه أول شيء كانت جانتي جوابتهم، حتى لو عارف انه جواتهم بلش يشتغل حسد شوي. قالت لهم وين بس ما اعطتهم التفاصيل، قال راح الى جنته، مع انه هو عنده كتير جنات لانه الملك سليمان بوقتها كان عنده كروم كثيرة. ما حددت لهم وين، بس كانت لطيفة. فهيدي حكمة العروس انه لما بدك انت تحكي مع الاصدقاء تبعك بحياتك، واذا عم تخبري عن علاقتك مع حبيبك مع زوجك، دايما ما تعطي كل شيء واحتفظي لإلك بأمور مش لازم تنرمى قدام الخنازير. وبقصد بالخنازير مش الناس خنازير، الخنازير يعني بمعنى أنه ينجسوا أمور غالية الثمن والدرر. هيك الرب قال ما ترموا جواهركم قدام خنازير، بمعنى أشخاص ما بيعرفوا قيمتها واصلا يعني ما قالوا فيها، يعني ليش بدهم يعرفوا تفاصيل؟ ما بدنا نرخص الغالي بانه نكشفه. فهون قالت لهم ايه حبيب انطلق الى جنته الى خمائل الاطياب ليرعى في الروضات ويقطف السوسن. جوابتهم كانت لطيفه، بس قالت لهم شيء كمان هيك مرقت بسياق جوابها، قالت لهم شغله بس انا لحبيبي وحبيبي لي وهو يرعى بين السوسن. يعني عرفوا انه نحن لبعض، يعني ما حدا يجرب يفوت على الموضوع. فمنكمل بالآية الأربعة، بتقول مش بتقول المحب بيقول يعني العريس بيقول أنت جميلة يا حبيبتي كترسة. ترسة هي مدينة كتير مهمة ومعروفة بوقتها. فهوني عم بيقول لحبيبته أنت مش بس حلوة مثل هالمدينة، أنت كمان مهمة. لأنه
في كتير أشياء مرات حلوة بحياتنا بس ما بنعتبرها قيمة، ما بنعتبرها مهمة، لا بدنا يكون في جمال ويكون في قيمة. فعم بيقول لها أنت جميلة يا حبيبتي كترسة، يعني هاي المدينة مكتوب عنها، كنت عم ببحث إنه هي مدينة حلوة وبنفس الوقت مهمة لأنه هي كانت عاصمة شيء. فبيكمل وبيقول لها حسناء كأورشليم، وعم بيشبهها بالمدن هالمرة، بمطرح منشوفه عم بيشبهها بالطبيعة، هلا هون عم نشوفه عم بيشبهها بالمدن تبعه أو بالمدن يلي كانت معروفة بوقتها. الحسناء كأورشليم وجليلة كجيش يرفع أعلامه. هلا هون الحلو هون إنه عم بيشبهها بمدينتين مشهورتين، أول شيء طرسة، عم بيقول لها أنت حلوة كطرسة وحسناء كأورشليم. وهودي المدينتين مهمين ومعروفين من الكل بوقتها. فعم بيقول لها مثل ما هول المدينتين مهمين ومقصودين ومشهورين بالنسبة للكل، أنت هيك بالنسبة لإلي، أنت حلوة ومهمة ومشهورة بالنسبة لإلي، معروفة، يعني أنت الأهم بالنسبة لإلي. وبرجع بيقول لها وجليلة كجيش يرفع أعلامه. هلا عم بيشبه عروسته بجيش رافع أعلامه، يعني جيش رايح على حرب ولقيت لقيت أعلام. شو عم بيقول لها هون؟ عم بيقول لها إنه نزلتك علي بجمالك اللي جاي صوبي هو يضعفني كأنه جيش واصل علي. يعني بتعرف هلا أنا شخص لحالي إذا نزل علي جيش بحس انه خلص انا صرت مغمور، overwhelmed، يعني مش قادر اعمل شيء، بقى برفع ايدي برفع العشرة بستسلم، عارف ماني قد هالمواجهة. فهو عم بيقول لها انت هيك بالنسبة لي، جمالك شكله مثل جيش رافع اعلامه، يعني خلص جاي بمعارك شرسة. فعم بيقول لها، عم بيقول لها انا بحس بالضعف تجاهك هالقد، مش بس بالضعف، انا بستسلم قدام جمالك، يعني بحس انه خلص انا صرت اسير وعبد عندك، يعني انت ربحتيني. بيرجع بيكمل وبيقول لها هالكلمات، اشيحي بعينيك عني فقد قهرتاني، يعني قد ما انا مستسلم قدامك وقدام جمالك وغلاوتك عندي، اعملي معروف يعني شيلي عيونك شوي عني لانهم قهرتاني، كيف لما بتقهر عدو يعني خلص اخضعته. فعم بيقول لها نظرة عيونك وجمالك خلص قهرني، ضعفني، غلبني، مع انه هو شو ملك، هو ملك، الملك سليمان عنده جيوش، عنده اسلحة قوي، عنده صيت، عنده نفوذ الى اخره، بس قدامه قال انا المغلوب على امري. فبنكمل بيكمل وبيقول لها شعرك، بيرجع هون بيتغزل فيها من جديد، شعرك كقطيع ماعز منحدر من جلعاد، لونه اسود يعني وليس. هيك بده يقول لها، منحدر من جلعاد، اسنانك في بياضها كقطيع غنم خارج من الاغتسال. حكينا عن هيدي الكلمات الغزل يلي عم نسمعها هون او عم نقراها بالاجزاء اللي قطعت. قال عم بيقول لها ببساطة أسنانك بيض بيض مثل قطيع غنم بعده هلأ طالع من الحمام، وكل واحدة منها، كل واحدة منها ذات توأم وما فيها عقيم، يعني عم بيقول لها إنه أسنانك مصفوفين صف، يعني شبه يعني شكل أسنانها مثل التوم، كل وحدة بنفس الحجم تقريبا، مش شي صغير شي كبير شي، يعني لا شي كتير متراصف ومرتب وما فيها عقيم، يعني ما فيها صفار وسوس والى اخره. ف على كل، كنت عم بقول لك بالاجزاء الماضيه وعم بقول لك انه هو مش بس تغزل فيها، هو عمل مجهود ليتغزل فيها، وكنت عم بعطي الفرق بين انه في الحبيب بيقول لها لعروسته او لحبيبته كلام غزل وشعر وشي حلو، سوري كلام غزل عادي، يعني واو سنانك بيض حلوين، خلصت هون، قال لها كلمة حلوة، ما قال لها مبلا. بس هو ما قال لها هيك، قعد نسق بكلماته، قعد قال كيف في يشبه بياض اسنانها لشيء، يعني عمل مجهود زيادة بالغرام، وهيدا الشيء يعني يمدح عليه من عروسته، انه مش بس خلص قال لي كلمتين حلوين، لا اخذ وقته تأمل فكر، عمل شيء فيه شعر. مش ضروري انت يعني تشبه
الملك سليمان إلا شعر، بس المجهود دايما بالحب، الاكسترا مايل، الميل الإضافي يقدر. يعني إذا بنحب حدا بنعمل، فينا نعمل مجهود زيادة، إنه بدل ما تكون هيك بسيطة الشغلة فينا نحليها أكتر ونفكر بإبداع أكتر. الحب أساس الإبداع. يمكن هلأ في نسوان عم يسمعوني عم بيقولوا إيه وبعينك تسمع يا جوزي. عالي منيح، اعملي له شير، خليه يسمعها أو اسمعوا البرودكاست مع بعضكم. وهيدا مش لتهتوا في بعضكم البعض، هيدا لبتواضع نتعلم مع بعض بالعلاقات أمور للبركة. ومش الشغلة نحط تقل على بعض. يعني بالآخر أنا لما عم بحط أو عم بعطيكم guidelines أو رؤوس أقلام وأفكار أساسية بهذا الموضوع، مش لتنفرض على الطرف الآخر، لأنه بالآخر الطرف الآخر رح يسمع هالأمور، بس كمان بالآخر في حريته، في إنه إذا بده ما بده. يعني ما في شيء بالإكراه وبالقوة بيصير. في شيء رائع يسوع قاله، قال ما حدا بياخد حياتي مني، أنا بعطيها. هذا شيء لازم نتعلمه، ما ناخد من حدا، نكون جاهزين لنستقبل، لأنه الصحة النفسية والروحية والجسدية نعرف نستقبل، بس مش نسحبها من الآخر. يعني مش نفرضها ونلوي له زراعه للطرف الآخر ليعطينا اللي بدنا إياه. لا، لازم يبادر هو فيها ونحن نكون جاهزين نستقبل، والعكس صحيح. بحس هيدا هو يعني هيدا هو الأمان بالعلاقات، مش إنه نفرض على بعض. هو يعني يكون في لطف، هاللي بدي أقوله بالعلاقات، لأنه ثقيلة ينسحب من الشخص شيء حب أو اهتمام. حتى أنت كشخص رح تتضايق إنه إيه أنا ما أخذتها منه، أنا سحبت هيدا الحب من 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 حبيبتي، من عروستي. يعني حتى بالآخر، حتى لو أخذت هيدا الشيء بالقوة أو سحب، بالآخر يعني رح تنترك بشعور منه حلو، لأنه ولا مرة حلو السحب. الحلو إنه حدا عم بيعطي ونحن عم نعرف ناخد. هيدا هو اللي بيبارك العلاقات. منكمل، عم بيقول لها بالآية 7: خداكي تحت نقابك، يعني الحجاب، كفلقتي رمانة. يعني قدي خدودة بومبي، مع انه مش حاملة، هي بوتوكس بوقتها ما كان فيه، بس قال مثل فلقتين رمانة. يعني لما تفلق رمانة شكلها بومبي الرمانة، ولونها حلو، زهر زهري. فعم بيقول لها انه اف خداكي تحت نقابك، تحت الحجاب تبعك، مثل فلقتي رمانة، يعني مبينين. حتى لو لبس حجاب مبين بومبي، يعني مبينين تفاصيلك حتى لو مغطاية. بكمل بيقول لها بالآية 8: هناك 60 ملكة و80 سرية وعزارة لا يحصى لهن عدد. عم بيقول لها انه هو فعلا هيدا حقيقة، هيدي قصة حقيقية. هو كان عنده عدة ملكات وعدة جواري ومحاوط فيهم، بس عم بيقول لها شيء هون، لأن هي عارفة، هو موضوع لا يعني ما بيتخبى، هي عارفة هيدا الشيء. فهون عم بيميزها، عم بيقول لها بالآية 9: لكنك يا حمامتي يا كاملتي فريدة، الابنة الوحيدة لأمها، الأعز على من أنجبتها. فهون عم بيميزها بين كل هالعجقة اللي بحياته من 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 مصادر عواطف لإله. وهون عم بيقول لها انه صاير عندي كتير مصادر، انا باخد من كتير ملكات وعزارة بحياتي، بس انت مميزة عنهم. ويمكن احتياجها هون تسمع هذا التميز. وبدي اقول هون شغلي بين هلالين. هلأ عم بحكي بموضوع تنقول، مع انه موضوعنا عن العلاقات الكابلز يعني، بس مرة هذا الشيء. اذا انت باي، انت ام، عندكم اولاد، يمكن بيعرفوا الاولاد انه هني محبوبين منكم، بس في اشخاص عندهم احتياج يسمعوا ويعرفوا ويحسوا بالتميز تبعهم.
كمان ما نمنع عنهم هيدا الشيء، ونكون حساسين كمان للغة الحب تبعهم. يعني هون هيدي العروس حبت انه انا بدي اكون مميزة عن البقية، فحس عليها وسمعها هيدي الكلمات، قال له ايه عندي كتير مصادر حب بحياتي، بس انت مميزة بالنسبة لإلي. فميز الاحتياجات العاطفية عند الآخرين، وكون كريم انك توصلها لإلهم. منكمل. أوكي. ولكنك يا حمامتي يا كاملتي فريدة، الابنة الوحيدة لأمها، الأعز على من أنجبتها. رأتها العذارى فطوبنها، وشهدتها الملكات والسراري فمدحنها. من هذه الطالعة كالفجر، الجميلة كالبدر، المشرقة كالشمس، الجليلة كجيش يرفع أعلامه. المحبوبة بتجاوب بتقول: نزلت إلى حديقة الجوز لأرى ثمر الوادي الجديد، وأنظر هل أزهر الكرم ونور الرمان. وقبل أن أدرك ما يجري وجدت نفسي بين أمراء قومي فهربت. أي 13 أصدقاء عم بيقولوا لبنات أورشليم: ارجعي ارجعي يا شلاميث، ارجعي ارجعي لنتأمل فيك. المحبوبة بترد عليهم بتقول لهم: ماذا ترون في شلاميث؟ المحب بيقول: مثل رقص صفين. عم بيقولوا لأصدقاء انه بليز ارجع لنتأمل فيك، انه عم تقول لهم طب انه شو شايفين فيي؟ ليش بتكون يعني ارجع تتأملوا فيي؟ هيدي العروس صلى بحالة غرام مدري قديه، وعم تحكي أصدقائها عن الغرام وعن علاقتها مع حبيبها بعدين اللي صار جوزها إلى آخره، وبحالة عشق وبحالة كلام فيه شعر وكذا. حبوا شكلها هي وبالحب. فقالوا لها رجعنا نتأمل فيك، لأنه فعلا شخص الشكل اللي هو بحب كتير حلو. يعني خرج أنه تتأمل فيه، خرج أنه تكون حوله وتسمع قصصه. فهون عم بيقولوا لها ارجعي لنرجع نتأمل فيك، لأنه علاقتك مع جوزك أول شيء عم سردات القصص تبعكم لإلنا، عم بتحللنا أوقاتنا، عم بيكون في أشياء عم نتعلمها من علاقتكم، عم تكونوا رول موديل لإلنا إلى آخره. عم نحس بواو، في رومانسية، في شاعرية. فعن جد شكل الواحد يلي بحب خرج التأمل، خرج انه تحطه وتتأمل فيه، وفعلا متعة وجمال الشخص يلي بيكون بحالة حب وعم يحكي عن الحب. وهون بين هلالين بدي اقول لك شغلة: الرب يسوع المسيح هو الحب، هو المحبة. يعني اذا هيدي العروس يلي كانت بحالة حب وعم تحكي عن الحب، قال كان شكلها حلو لدرجة انه رجعوا قالوا لها بليز تعالي نتأمل فيك، كم بالحري ملك المجد، كم بالحري يلي هو حب، هو حب بحد ذاته. يعني حط يسوع وعود تأمل فيه. رح تتعلم منه أكتر بكتير من شلاميس، أكتر من كتير من هاي العروس. رح تشوف بشكله الجمال وبكلامه العسل، وقال انسكبت على شفافه النعمة الغنية. يعني ما رح تشبع تتأمل فيه. يعني ممكن إنسان عادي بحالة حب وعم يحكي عن الحب تقول واو كتير حلو بس خلص كفاية شبعنا، بس الرب يلي هو المحبة الكاملة ما رح تشبع تتأمل فيه، لا بحياتك على الأرض ولا بالأبدية، لأنه هو للتأمل. يسوع بمحبته الرائعة لألك هو لا تتأمل فيه. كمل هيك افتح انجيلك يلي هو رسالة حب من ملك الحب من يسوع المسيح لألك ولألك، وقل له للروح القدس ساعدني بعيونك شوف ملك المجد، ساعدني بعيونك شوف محبته لألي، واسمع كلام الحب منه لألي بالأشياء اللي عم بقراها. ما تقرأ الكتاب المقدس كأنه كتاب تاريخي أو فيه معلومات أو قصة شعوب، لا، هو رسالة حب من يسوع المسيح لألك. الكلمة شو بتقول بيوحنا 3:16؟ قال هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.
يسوع الرب عطى يسوع لأنه حبك. هذا هو الأساس، أساس علاقتك مع يسوع هو الحب، وأساس قراءتك للكتاب المقدس هو رسالة حب من هذا الملك. فعم تتخيل يسوع شخصيا قاعد قدامك اللي هو الحب النقي بذاته، بس شكله حب وعم بيحكيك حب وعم بيطلع فيك حب. فعلا مشهد للتأمل الدايم. فهون أصدقاء للعروس عم بيقولوا لها بليز ارجعي، لأنه اشتقنا لنشوف شكلك الحلو، لأنه قرينا بالآيات اللي فوق وبالأجزاء اللي سمعناهن قبل عن جمالها وعن حالة الحب اللي هي فيها لآخره. ف هون قالوا لها بليز ارجعي لنرجع نشوف هذا الحب فيك، هيدا الجمال، نسمع هالكلمات الحلوة إلى آخره. بس هيدي إنسانة بشرية بالآخر فانية، والحب تبعها عندها مش كامل. كم بالحري ملك الحب يلي فيك تقعد معه ساعة اللي بدك وتتأمل بمحبته وبكلامه لإلك. وعن جد هيدا الشيء للتأمل، إنك تحط الرب وتقعد بس تتأمل فيه وبكلمته، لأنه هيدا الشيء رح بيغير حياتك وحياتك. خلصنا تقريبا الجزء السادس، ورح كون هيك عم بختم بصلاة بهذا الإطار، بما أنه كنت عم بنهي عن أنه يسوع المسيح هو الحب بحد ذاته. فأنا بدي صلي هلأ باسم الرب يسوع أنه الرب يفتح عيونك والرب يفتح عيونك وتشوفه الحب بذاته، ملك المجد، بمحبته الخاصة لإلك وبمحبته الخاصة لإليك. ممكن تقولوا لي إنه إيه توني، ما يسوع بحب كل الناس، بس هو بحبك لإلك باسمك، بيعرفك ومحبته خاصة لإلك، وإنت كمان نفس الشيء. بتعرف مرة قريت هيدي الجملة كتير حلوة، قال الزهرة اللي بالحقلة يلي كل يوم الشمس بتطلع وبتشرق عليها، مع انه هاي الشمس عم تشرق على كل الجنينة على كل الكرة الارضية، بس قال هيدي الزهرة بتحس انه هيدي الشمس طالعة بس كرمالها، وبتحس انه شعاعها نورها ودفاها هو بس لها عم يوصل لها. فقديش حلو هيدا الشيء. وفعلا محبة الرب صحيح هي لكل العالم، بس هي شيء خاص لألك ولألك. فأنا بصلي باسم يسوع يكون في تأمل وعادات خاصة بينك وبين الرب، بينك وبين الرب، وتشوفي شكله، شكل الحب، وتسمعي وتسمع كلامه لألك، كلام الحب، وتكون بالتالي يكون هيدا الشيء عم بغيرك ويغيرك. لأنه العلاقة مع المسيح هي علاقة حب قبل أي شيء تاني. فممكن نجي لعند الرب عايزين أمور مصلحة، وهو عقلبه مثل السكر، لأنه هو أجا ليخدم ليس ولا ليخدم. فهو يمكن نجي بالأول لعنده شفينا ساعدنا حررنا، هو دائما متاح لنا لكل احتياجاتنا، بس العلاقة معه هو للحب أولا. مثل ما بالعرس أو بالزواج العلاقة بين اثنين هي أساساً حب نقي، قبل الخدمات، قبل تسديد للاحتياجات، المرأة بتسدد احتياجات جوزها وهو كمان. بس عم تخيلوا الزواج قديش رح بيكون سطحي وفوفاش وهزيل لما بس بيكون علاقة خدمات. وفي كتير زواجات هيك، في كتير أشخاص يعني حكي لي لحكي لك وخدمات، يعني عملي لي أكل لروح جيب لك مثلا مصاري، ما بيقولوها بهالطريقة، بس أنه خدمتك يلا خدمني. وهذا الشيء مش غلط، هو لازم يكون بالحياة الزوجية وبالعلاقات خدمة طبيعي، لازم. هيدا حب، يعني نحن على شبه المسيح لنخدم بعض. بس إذا العلاقة أساسها مش الحب، الخدمات بيكون نشيل عنا الغطا، يعني بتصير مثل مزلطة الخدمات، بيصير بشعة مصلحة بس. فعلاقتك وعلاقتك مع المسيح وعلاقتي أنا وياه هو علاقة حب بقلبها في تسديد للاحتياجات وفي أمور تانية. فتأمل بالرب، الحب بكلماته بالإنجيل،
بكلام الحب الخاص لإلك، وعرف إنه هو عم بيحكيك شخصيا لإلك وعم بيحكيك كمان شخصيا لإلك. فلما بتقطع على آية على إصحاح ما تقول إيه لك شو حلوة يا ريتها لإلي، إيه هي لإلك. إيه هي لإلك. فعرف استقبل هيدي المحبة اللي هي، وعرف أعطيه يسوع حبك لإله، وأعطيه أنت كمان يسوع محبتك لإله، لأن هو بده، هو بيعرف يستقبل، يسوع بيعرف يستقبل محبتنا، فبده العلاقة معنا. فما تقول إنه إيه أنا خلص بس أنا محتاج أخذ من يسوع، ما رح أعطي يسوع، لا، ما هي هو علاقته بالكنيسة مثل علاقة العريس بعروسته، فهو كمان بده، هو بيشبع، بينبسط، بيلتز، هو يعني بيعرف يستقبل حب عروسته لإله. فأنا بصلي تكون تمتعت بالجزء السادس وانبسطت بالجزء السادس. رجع اسمع هذه المشاركة، شاركها مع أشخاص بيعنوا لك، بتحس أنه بيفيدهم يسمعوا هذه الأفكار وهالإعلانات، وكون هيك عم بتصلي، عم تختم بروح الصلاة. أنا بعد ما سكر البرودكاست كون أنت عم تصلي بمحضر الرب وتتثبت هاي الأفكار اللي سمعتها واللي سمعتها يا أختي بالصلوات، لأنه الصلاة هي دايما الأهم من المعلومات والمعرفة. الصلاة هي أنه يا رب سمعنا هاي الأفكار، ولكن هلأ منجي ومنصليها قدامك، بدنا إياها، بدنا أنه تشتغل فيها بقلوبنا. فدايما أعمل كل شيء بروح الصلاة. ربي باركك والرب يباركك، وأنا بشوفكم بالجزء السابع، بعد في جزئين 7 و8، ومنكون خلصنا مشوارنا من صفر نشيد لإنشاد.